السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم جميعا من وين ما كنتوا. حياكم الله وبياكم حبايب قلبي، بحييكم من وين ما كنتوا من قناتي المتواضعة. حبايب قلبي، اليوم إن شاء الله حنحضر سوا مع بعض طبق حلو بسيط ولذيذ بنفس الوقت وسهل التحضير. خليكن معنا نشوف المقادير ونشوف الطريقة. بداية حبايب قلبي، الطبق الحلو لليوم هي الكيكة التركية التريلتشي تريليتشا. بداية عنا هون كوب طحين منخلي وأنا طبعا جيدا، لازم أهم شي طبعا يكون بالحلو حبايبي الطحين منخل. عندي هون 4 بيضات، عندي هون 3/4 الكوب سكر. هلا فيكن انتو تحطوا كوب، بس انا حطيت صراحة 3/4 لانه حيكون على وجه التوفي وحلو، فبيطلع كتير حلوة دالة. عندي هون ملعقة البيكنج باودر، عندي هون الفانيلا، هون رشة الملح، وهيدا الخل ملعقة صغيرة حبايب قلبي. هلا بداية طبعا حنحط نحنا هون البيض، انا حاكسر البيض انا وبنخفقه هون مع السكر. خليكن معنا. انا هون حبايبي كسرت البيض وهلا بحط عليهم طبعا الفانيلا، وهلا بخفق هون وبصير بحط السكر عليهم بالتدريج حبايب قلبي، بس انا من شان الصوت مش رح ادورها، رح اطفي الكاميرا. حبايبي بعد البيض عليهم طبعا بتكون تقريبا شي 5 و7 دقايق حبايبي، حيصير لونه ابيض ابيض مثل هيدا. حبايبي صار المزيج لونه، شفتوا كيف صار ابيض. هلا انا هسه بضيف الطحين بالتدريج شوي شوي وبخفقهم حبايبي. خليكم معنا، انا لانه عم صور بايد ومش عم بستحكم، فانا ان شاء الله هلا فرجيكم كيف بنزل الطحين، بس انا بدي ادورها على الواحد منشان حتى ما احطها على الواحد، لانه ما انا عم بعملها بايدي. لا انا بضيف الطحين حبايبي شوي شوي. قلب يعني بنقلبه قلب الطحينات فيهم. خليكن معنا حبايبي بس لحتى ايمن وحطن. انا بهيدا انا حطيت بهيدا ورق زبدة حبايبي، هلا انا بصبن بهيدا، وانا تحميت الفرن طبعا مسبقا وبحطهم بالفرن تقريبا شي نص ساعة، وبعد منها بنعمل الصوص التوفي مع بعض حبايبي. انا حبايبي حطيتهم بهيدا الجاط، وهلا انا حميت الفرن مسبقا، رح احطهم بالفرن لمدة تقريبا نص ساعة. انا هون حبايبي لهيدي صوص التوفي عندي هون كوب سكر حطيته هلا. هلا طبعا انا ما بدي حرك السكر، بدي اتركهم لحتى يذوبوا وبعدين بنفرجيكم خطوه بخطوه شو حنعمل حبايبي. حبايبي هلا السكر هي بلش عم بيذوب، هلا بنصبر عليهم بعد شوي لحتى يذوبوا كلهم وبنحط الزبده حبايبي، بس حبيت فرجيكم خطوه بخطوه.
هلا حبايبي انا حطيت الزبدة، ملعقة زبدة حطيت، هلا بدي احرك فيها لحتى ذوب الزبدة على الاخر معش الى قطر. هلا انا شوف بعمل بهالاثناء حبايبي، هون الحليب انا فطرته، بسم الله الرحمن الرحيم، هاي كباية حليب انا فطرته، بسم الله الرحمن الرحيم. هلا شوي قصه بتدوب كله، بس خليكم معي لحتى استحكم انا اعملها حبايبي. هيدا حبايبي صوص التوفي، هي صار جاهز، عم بحرك فيه انا، هيكو كيف احسن ما يكون صار. هلا انا تقريبا قصه بحطهم بوعاء لحتى يبردوا، بكون طلع الكيك. هيا نحطهم على جنب، لا بس يطلع الكيك ان شاء الله بنفرجيكم شو حنعمل بعد. هلا حبايبي تركتها شوي لحتى تبرد، هلا بدنا نسقسقها بالحليب. بدها تشرب حليب شوي، هي يعني بتاكل تقريبا شي كبايتين حليب. هلا اكلت تقريبا كبايتين حليب، بنتركها شوي كمان لتبرد ونغلفها بالكريم فوتيه حبايبي. وهيدا حبايب قلبي، هلا بعد ما نحنا طبعا شربناه بالحليب، هلا حطيت انا الكريم فوتيه على وجهه وعملته بهيدا الشكل، وهلا بحط على الوش كمان الكريم كراميل. خليكن معنا. وهلا رجعنا لكم حبايبي قلبي، حبايب قلبي مجددا بالشكل النهائي لطبقنا الحلو اليوم اللي عملناه مع بعض، كيكة الحليب التركية اللي اسمها تريليتشا. بتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، وبتمنى عليكم تجربوها وتعطوني رأيكم، تكتبولي بالتعليقات، واهلا وسهلا فيكم حبايب قلبي. صراحة هي سهلة التحضير مش معقدة، ومكوناتها موجودة بكل بيت ولذيذ بنفس الوقت حبايبي. وبالاخر انا بقلكن اهلا وسهلا فيكن بقناتي، واهلا وسهلا بكل اللي عم ينضموا لقناتي من وين ما كانوا. هيدي القناة قناتكن، وهيدا البيت بيتكن، وان شاء الله بتكبر بدعمكن ووقفتكن لجانبي، وان شاء الله نحنا بنكون سند لبعض حبايبي، وبتكبر قنواتنا كلنا بوقفتنا مع بعض ومساندتنا لبعض، وبتصير كل قنواتكم ان شاء الله مليونية حبايب قلبي. وانا بحييكم من قناة المتواضعة، بحيي كل المشاهدين والمتابعين، واهلا وسهلا فيكم حبايبي. وبالاخر بقلكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والى اللقاء الى طبق اخر ان شاء الله.